ها حاجة فاطمة، اسم حضرتك؟ فاطمة عبد العال موسى. طب حضرتك منين؟ من بني سويف. جاي النهاردة لجنة حقوق الإنسان، بتقدمي بلاغ لإيه؟ بلاغ إن اعتقل جوزي امبارح. اسمه خالد محمود أحمد مصطفى. الساعة 2:30 الصبح. كنا نايمين بالليل، وفجأة جات قوات أمن كتيرة جدا، حتى كان معاهم تاكسي ملاكي مقفول، ثلاثة بوكس والباقي ملاكي، عربيات عادية، تاكسي أجرة. وبعدين بدأوا بالتخبيط على الباب، فكنت أنا بلبس البيت، فبدأ خالد كان نايم أما مفزوع، فقال مين قالوا له افتح، فقال لهم خلاص هو فهم هم مين، فقال لهم طب المدام هتلبس بس الملابس بتاعتها، اتغير اللبس، فبدأوا يخبطوا على الباب جامد لحد ما هو فتح لهم، وقال له وقف كده على باب اوضه النوم، وقال لهم لا اصبروا لما مراتي تلبس وكده، لان البيت لها حرمات. فجه ضابط منهم راح شاور للامين الشرطه، راحوا كتفوا ايديه وربطوا عينيه وبداوا فيه بالضرب، وبداوا فيه بالشتيمه، والباقي بقى بدأوا يرموا اللبس ويرموا البطاطين ويرموا الاطباق ويكسروا ويعملوا. حتى انا مسكت الموبايل بتاعي وقلت له انا هتصل على المحامي بتاعنا، او في ايه؟ طب فين الاعتقال اللي انتوا جايين تعتقلوه؟ بيش هذا جواب الاعتقال فين؟ طب يقول لي اسكتي لو سمحتي، لو بنهر وزعيق وكده. طبعا انا كنتش عارفه حاجه. راح هو خد في ضابط هناك، خد التليفون بتاعي والتليفون بتاعه هو، وقعد يقول لي فين البطاقه بتاعته، دور لي على البطاقه، وهو يقول له انا ما عملتش حاجه، طب انت فهمني انت بتاخدني ليه؟ يقول له هتفهم لما تروح معانا. فجه امين شرطه بيكلم الثاني، فبيقول له ايه مش عارفه ادي ايه لوليد بيه فاروق، العقيد وليد بيه فاروق. ده اللي انا عرفته، سمعت الاسم ده وليد بيه فاروق. واحنا نازلين على السلم عسكري نادي وقال يا سياده النقيب عمرو المفتي. عمرو المفتي دول ضباط. عمرو المفتي ده بني سويف، لكن وليد فاروق ده جهاز في مصر. دول اللي انا شفتهم منهم. وبعدين نزلنا عند العربيه مع استمرار الشتيمه والضرب فيه وكده، رحت انا قلت له جوزي مريض وعنده السكر، وبتقول له قومه سكر، ولو جرت له حاجه انا الصبح هكون في حقوق الانسان وكده. فرد عليا اللي هو ضابط وليد ده، العقيد وليد، وقال لي طب لو سمحتي، يعني هو بياخد علاج له لا بياخد اقراص. فقلت له قال لي طب روح هات، قلت له اجيب العلاج لو سمحت، ترجته شويه يعني. قلت له انا ممكن اجيب العلاج، لان هو ممكن يخش منك في كوما كده، هو ما عملش حاجه. طب قول لي ايه التهمه؟ ايه خلاص انت بتقول دخل فلسطين، هو مش فلسطين، هو معانا دلوقتي بني سويف. قال لي هناك هو هيفهم كل حاجه، اسكتي خالص كده، يعني نفس الاسلوب ونفس الطريقه، وامن الدوله ما اختفتش، هم لسه موجودين زي ما هم. فجيت اترجيته ورحت جبت له العلاج وكده. طبعا كان واخد مني التليفون، قعدت اترجى فيها، اقول له طب لو سمحت، طب اديني تليفونك انت، اتصل على المحامي، طب اعمل اي حاجه، طب انا هنا لوحدي في الشقه، ما حدش معايا ولا اهله ولا اي حد. هديكي طب اصبري، هتعملي لكم ايه تليفون؟ انت مش عارفه ايه. وجه بقى هو ماشي في الاخر خالص، اداني بقى التليفون. انا صورت التكسير، الحاجات المتلقحه في الشقه واللبس والبهدله على التليفون، لكن هم بيضربوه انا ما عرفتش اصور لانهم خدوا التليفون مني. هو خالد مصري ولا فلسطيني؟ مصري. خالد مصري؟ امال ايه موضوع فلسطين؟ ان هو دخل فلسطين عن طريق الانفاق، جهاد يعني. يعني هم بيتهموه بذلك يعني؟ ده الكلام ده من امتى؟ الكلام ده من حوالي 4 سنين، لكن هو جه بعد الثوره. جه بعد الثوره. يعني هو كان مسافر وجه؟ جه امتى بقى؟ جه بعد الثوره. الثوره؟ جه في شهر 3 تقريبا. طب ما تعرفيش انهي توجه لانهي جهه؟ خدوه مشوا على طول في طريق صحراوي. يعني على مصر. على مصر، بين سوف على القاهره يعني. على القاهره. لكن ما قالوكيش؟ ما مش راضين بزعاق ونفس امن الدوله، هم موجودين يا جماعه. ما تغيروش. هم مفيش اي معلومه عن في نيابه في لا 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 هناك هيفهم كل حاجه. اقول له ايه سبب الاعتقال؟ يقول لي هيفهم هناك، انت تسكتي لو سمحت، اسكتي يا مدام كده، يعني مش عاطيني فرصه اتكلم خالص. انت النهارده بقى جيتي في لجنه حقوق الانسان؟ لان هو كده اتعرض لتعذيب، وهو مريض سكر، واحنا مش عارفين، انا مش عارفه هو راح فين. طب انا عايزه اشوفه، طب عايزه المحامي يدخل له، طب الدكتور يدخل له، واحنا مش عارفين احنا فين بالظبط. يعني البلاغ بتاع النائب العام دوت بس احنا نروح نقدمه للنائب العام. ان شاء الله. ان شاء الله. طب تيجي بالسلامه ان شاء الله كده، اللهم امين. امن الدوله ما زالت يا جماعه، والله بيضحكوا على الناس. هم ما زالوا نفس اسلوبهم ونفس طريقتهم، و...
الله المستعان يعني. شكرا شكرا.